وللحديث عن السياسات الحكومية في العراق ودورها في زيادة معدلات الفقر والبطالة في البلاد، معنا من عمان عبر الخط الهاتفي السيد حسين العليان، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. أهلا بكم. كما تعرف سيد حسين، أكثر من مليون عامل من 100 دولة أجنبية يعملون في العراق بصورة غير قانونية. كيف تقرأ أولا هذه الإحصائية في وقت تبلغ فيه نسبة البطالة في البلاد نحو 40%؟ يعني هي المسألة لا تتعلق في أنه لديك عمالة أو عدم وجود عمالة أو عمالة وافدة أجنبية. في كل دول العالم تحتاج تبادل العمالة، لكن شروط العمالة في العراق وشروط الهيكلية الاقتصاد العراقي وما يجري في العراق يعني لا تستقيم مع استيراد العمالة. وإذا نظرت لتفاصيل العمالة في العراق فستجدها في الأغلب هي عمالة هامشية في الخدمات. النسبة الكبرى من العمالة العراقية الوافدة للعراق هي في الأغلب العام في مجال الخدمات والخدمات المنزلية والخدمات البسيطة. صاحب العمل أو صاحب رأس المال دائما يبحث على أيدي العاملة الرخيصة. المشكلة في الدولة، يعني أنت كدولة اليوم وكنظام سياسي موجود يعني ما قدمت للعامل العراقي حماية بحيث أنت تأمن له مصانع، تأمن له تنمية، تأمن له إعمار حتى تستوعب كل هذه العمالة. يعني في مرحلة من المراحل دول كانت تستورد العمالة فوق إمكانيات يعني شعبها، لأنه هي كانت تستوعب كل الطاقات العاملة داخل المجتمع ومع ذلك تحتاج عمالة وافدة. تخيل بلد مثل الصين فيه ملايين القادمين للعمالة من آسيا ووسط آسيا وشرق آسيا. نعم. الأزمة ليست في العمالة، الأزمة في النظام الذي يدير الاقتصاد في العراق. ليس لدينا نظام اقتصادي في العراق، لدينا مافيا تدير اقتصاديات تحركها وفق احتياجات رساميها، وليس لدينا أصلا يعني رأس مال في العراق منتج. أغلب الرأس مال اللي في العراق هو رأس مال طفيلي قائم على التجارة والنهب والسرقة والمال السياسي الفاسد. طيب سيد يعني حسين، طالما أن الأمر كذلك، لماذا تصر الحكومة على خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار؟ أو ما تأثير هذا على ذوي الدخل المحدود في العراق؟ يعني هو عمليا التضخم اللي في العراق أو سعر الصرف الحقيقي اللي في العراق هو ليس السعر الحقيقي. يعني اليوم سعر الدينار أمام الدولار هو ليس السعر الحقيقي، هو سعر في محاولة ضبط التضخم. ومع ذلك أنا أعتقد أنه الدولة ستكون عاجزة حتى عن تثبيت سعر الدولار، لأنه إذا بتتابع القوى المنتجة في العراق معطلة، لدينا رقم محدود من الصادرات النفطية ودخل محدود. نعم. جزء كبير منه لا يدخل في عملية التنمية يسرق، وبالتالي حالة التضخم طبيعي أن تكون بهذا الاتجاه، لأن هناك نقد عالي في وسط في أيدي طبقة من المجتمع. تمام أستاذ حسين، وصلت الفكرة بهذا السؤال. لضيق الوقت اسمح لي أطرح سؤالا آخر يتعلق بموقف الحكومة. نعم. يعني هل الحكومة تدفع تعويضات أو مساعدات اجتماعية للعراقيين مع استمرار ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطنين على سد الاحتياجات المعيشية؟ والدفع بحد ذاته سيزيد المشكلة. يعني أنت ليس مطلوب من الحكومة أن تصبح معيل للمجتمع، الحكومة مسؤوليتها أن تخلق فرص إنتاج وعمل، والناس نفسها هي ستعيل نفسها وستزيد من إنتاج وتحل مشاكل المجتمع والدولة. يعني المشكلة الأساسية أن نهج الاقتصاد في العراق لا لون ولا طعم ولا يخضع لأي معيار أو مقياس. هل لدينا نظام اقتصادي رأسمالي؟ لا. لدينا نظام مركزي حكومي؟ لا. لدينا نظام اشتراكي؟ لا. لدينا نظام مركب؟ ليس لدينا نظام اقتصادي محدد في العراق حتى تتحدث عن بلد واقتصاد.
في قضية ارتفاع الأسعار وقدرة المواطن، حتى نواب في البرلمان العراقي قالوا بأنها كسرت ظهر المواطن، هذا الارتفاع في الأسعار. لذلك أنا طرحت سؤالا حول دور الحكومة في ذلك، يعني الأسعار ترتفع والمواطن ليس لديه المال الكافي، إذا ماذا يفعل؟ يعني ما المواطن ما له غير يعني ان يتذمر وان يعبر عن سخطه بهذه المظاهرات اللي انت عم تشوفها. يعني كل يوم تزداد تركيز الثروه في العراق بيد القله، وتنسحق طبقات في المجتمع العراقي لحساب تمركز الثروه. واليوم الموظف اللي فرح على راتب 500 دولار و600 دولار اليوم بينسحق، مدى تكفي لا ال 500 ولا 600 دولار ولا ال 1000 نعم. دولار امام التضخم المستمر وتركيز الثروه ونهب الثروات في العراق، سيصل النسبه الكبرى من العراقيين الى حاله من التقشف والى حاله من نعم. الجوع. لا يغرك الدخل العراقي الكبير 100 مليار و70 مليار من النفط، دول اكبر من العراق بعشرات المرات واقوى من العراق كنيجيريا ولديها نفط كما للعراق نعم. ان لم يكن اكثر، ومع ذلك شعبها جوعان نعم. وانت ترى حاله التمرد وحاله المشاكل بسبب غياب خطه اقتصاديه واضحه، وهذه جوهر المشكله كما تفضل نعم. سيد حسين العليان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.